يتم تحديد نوع الجنين وقت حدوث الإخصاب عند التقاء الحيوان المنوي بالبويضة، وذلك بناء على طبيعة الحيوان المنوي الذي قام بتخصيب البويضة، إذ أن البويضات على اختلاف أنواعها لا تحمل إلا الكروموسوم X، بينما يمكن أن تحمل بعض الحيوانات المنوية الكروموسوم X وبعضها الآخر يمكن أن يكون حاملا للكروموسوم Y. وعند التقاء الحيوان المنوي ذي الكروموسوم Y مع أي بويضة يكون الجنين ذكر، في حين أنه عند التقاء الحيوان المنوي الحامل للكروموسوم X مع أي بويضة يكون الجنين أنثى. وعلى الرغم من تحديد نوع الجنين منذ لحظة الالتقاء، إلا أنه لا يمكن الكشف عنه مباشرة، إذ أن الأسابيع السبعة الأولى تكون فيها الأعضاء التناسلية غير متمايزة، بينما تبدأ بالتمايز خلال الأسابيع الخمسة اللاحقة، وذلك بسبب تأثير إفراز هرمون التستوستيرون عند الأجنة الذكور. ومن الطرق العلمية التي يمكن الاستناد إليها لمعرفة نوع الجنين ما يلي: أولا، فحص الدنا الجنيني الحر، ويتم هذا الفحص بأخذ عينة من الدم من المرأة الحامل، ذلك خلال الأسبوع التاسع من الحمل، ويمكن الحصول على نتيجة الاختبار خلال 7 إلى 10 أيام. لكن الغرض الأساسي من هذه الفحوصات ليس معرفة نوع الجنين، وإنما الكشف عن بعض المشكلات الصحية الجينية مثل متلازمة داون. ثانيا، الفحوصات الجينية الأخرى، وتشبه هذه الفحوصات الفحص السابق لكنها أكثر خطورة، ومنها بذل السلي وفحص الذغابات الماشيمية، ويمكن من خلالها الكشف عن نوع الجنين بشكل مبكر، لكن يجدر التنبيه إلى أنها تزيد من فرصة حدوث الإجهاض، لذلك لا ينصح بها إلا للنساء الحوامل الأكبر سنا، وكذلك الأبوين الذين لديهم تاريخ عائلي من الإصابة بأحد الأمراض الجينية. ثالثا، التصوير بالموجات فوق الصوتية، وهو الفحص الأبسط والأكثر استخداما، ويمكن من خلاله معرفة نوع الجنين خلال الفترة التي تتراوح ما بين الأسبوع 18 والأسبوع 20 من الحمل. ومن الجدير بالذكر أنه توجد بعض الحالات التي لا يمكن فيها معرفة نوع الجنين باستخدام هذا الفحص، كما هو الحال عند اتخاذ الجنين وضعية غير مثالية، وفي مثل هذه الحالات يعاد إجراء الفحص بعد مدة حسب ما يقرره الطبيب المختص.